اسمعي يا حبيبتي يا جواهر، لازم تعرفي عادات وتقاليد هذا البيت كتير ضروري مشان ما يصير فيك مثل اللي أنا صار فيه وقت ما اجيت على هاي البيت. تعرفي هلا صار لي كم سنة هون بالبيت ولا قدرت إني أطلع منه. كم صار لي في هاي البيت؟ كم صار لك يا زهرة في هاي البيت؟ صار لي في هاي البيت 7 سنين عذاب وذل وإهانة وكل أنواع العذاب اللي ممكن تتخيليهم بحياتك. أنت ما تعرفي هاي حماتي كتير وحدة شريرة، كتير وحدة عصبية، كتير وحدة ما بعرف شو أقول، بس هي كتير وحدة سيئة. ما تعرفي هي شو بتساوي، ممكن بيوم وليلة تدمر حياتك كليات ولو ما سمعتي كلامها. شفتي حبيبتي؟ مشان هيك أنا عم قلك لازم تلبسي هاي الملابس دائما في البيت. لازم تلبسي ملابس يكون كليات جسمك كلها مو باين منه ولا إشي. بدك تلبسي تنورة، لازم تلبسي تنورة كتير طويلة أسفل للركبة، أو تلبسين قميص. تعرفي قميص؟ هذا القميص كم طويل؟ ايه بعرف يا زهرة، بعرف القميص. ايه ممتاز حبيبتي ممتاز، هذا القميص لازم انت تلبس قميص. كمان مثلا لو تخرج تروح بيت ناس او تخرج تروح اي مكان لازم تلبس قميص، او تلبس مثل ما انت هي لابس كده هاي كده البس. طيب زهرة، ممكن انا اسألك بس سؤال؟ ايه اكيد اسأليني يا جواهر اكيد. انت هلا قلتي انك اهو 7 سنين، يعني انت شو بترجعي؟ يعني من وين اجيتي؟ قصدك انا شو جنسيتي؟ انا روسية، انا من روسيا. مثل هيك مانك عارفة تحكي عربي؟ ايه انا ما بعرف احكي عربي كتير منيح، بس تعلمت من 7 سنين هيك يعني من اهل جوزي وهيك يعني. طيب كويس، طيب الحمد لله انك تعرفي نتكلم شوي، الحمد لله. شوفهم هيك عائلتهم كتير صعبة. انت لسه يا جواهر ما شفتي شي، هاد بس اول يوم الي. شفتي هاد بيكون جوزي اسمه محمد، انا ما كنت اعرف انه هو هيك، اللي هو محمد جوزي اللي هو يكون اخو جوزك انت علي، ويكونوا اخوان. طيب هو ما كان هيك ابدا، بس وقت ما هيك كان في روسيا قال لي هيك انا بحبك، وانا كمان قلت له انا بحبك، وهيك اتجوزنا وقال روح ساعة العسل. الا فجأة جابنا على هون على الريف، وبعد هيك حياتنا انقلبت فوق تحت، وامه بس تقعد تصارخ ومدري ايش. تعرفي حتى انك ما تقدري تطلقي لو كان عندك عيال، عندك اطفال صغار. انا في عندك 2 اطفال صغار، هم صغار كتير عمرهم 5 سنين. قالوا لو انا طلقت من محمد شو قال لك؟ شو قال لك؟ قال لي لو طلقت رح ناخد البنت هاي، بنتك اللي اسمها تهاني، رح ناخدها وديها دار ايتام لانه امها ماتت. وبعدين هيك بيخلوا احمد عندهم بالبيت. تعرفي شو؟ لانه هم بيحبوا بس ايال، بنات ما يحبوا. لك ليش هيك؟ والله حرام كتير يسوي هيك فيكي وانت ليش ساكتة؟ ما في شرطة هون، الشرطة هون هيك 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 يعني ما فيها، ما في عندهم هيك كلام، كلهم يمشوا هون بالعادات والتقاليد هون بالريف. يعني ما فايدة حتى لو طلعتي رحتي مكان تاني، إلا ما في أحد كتير يعني يعرف أشياء مثل المدينة عندكم. أنت صح قالك علي إنه هو رح ياخدك شهر العسل صح؟ إيه كان على أساس ياخدني، بس إنه لغى الرحلة وهيك. وإمه أنا شفت هذاك اليوم ما كنت في المطبخ قاعدة أشتغل، أمه كانت قاعدة بتقول يا علي يا حبيبي لا تروح على شهر العسل، تعال أنت ومرتك تعالوا زورونا، خليني أشوف مرتك، أنا كتير اشتقت لك. بعدين كده تاخدها وتروحوا على شهر العسل. بس هي كدابة، حتى قالت لمحمد هيك
ومحمد بعد ما جاني هنا أمه قالت ما في أي شيء حرام، عسل هذا بس ضياع فلوس وهذا كله شيء حرام وما بيصير، شو نطلع برا نروح هيك نتفسح قدام الناس ما بيصير، ومستحيل حد ياخد يطلعك برا تاني مرة. انت كم عمرك يا جواهر؟ أنا عمري 18 سنة. انت لسه يعني بتدرس صح؟ ايه راح ادرس بالجامعة اللي بتدرس فيه اخت جوزي اللي هي صفا. انت قلتي لي صفا، انا بقول لك حاجة، انتبهي من صفا، صفا هي مثل امه وصفا نفس الاشي، شو بيقولوا هيك بالمثل المصري، قالوا ايه اللي بالايد على امها تطلع البنت لامها، وهي طلعت اخس وقلقان من امها، هي بسببها غيروا اسمي من صوفيا وسموني زهرة، عشان هي كانت غيرانة من اسمها عشان اسمي صوفيا، تعرفي حتى لو شعري كان كتير حلو وعجقة قالت لي انه هي كتير شعري بيلتق بيلفت الانتباه وكل الناس يطالعوا في شعري في الشارع، وقالت لي امه يعني بتغطي شعرك يا صوفيا او انه نقص شعرك او تغير لونه او تغطي، قلت لهم اكيد اغير انا لون شعري، انا مستحيل اسوق شعري بالطرحة هيك واطلع الشارع، انا مني متعودة، عشان كده غيرت لون شعري، هي كتير بشعة، هادي صوبان من تحت، انت ما تعرفي هادي مرة صفاء، هي مرة مو كويس، تيجي تتكلم تليفون، تعرفي صفاء كم عمرها؟ عمرها 20 سنة، هي ما هي شاطة في الدراسة، كل سنة بتعيد السنة أكتر من 1,000,000 مرة، لين هلأ ما هي قاعدة تعدي الجامعة سنة أولى لسه، هي كتير فاشلة، انتبه منها، هي مثل أمها، أي شيء تقول أمها دغري بتساوي، فانتبهي كتير. إيه صوفيا، لا تقولي صوفيا، قولي زهرة. بس زهرة لا تقولي صوفيا، لو قلت صوفيا أنا ممكن أموت، أنا هو مثل القدامة، عرفت كيف؟ هلا خلاص أنا يا جواهر، أنا خلاص بنزل أسوي هذا فطور لهماتي قبل ما تطلع تاني، هلا تجي ولا تيجي تصارخ علينا وسوينا مشاكل مع محمد وقالي، خلاص أنا بنزل، وإنتي كمان تعالي انزلي بسرعة قبل ما يعرف إنك تأخرتي هيك ويطلعولي، يلا بسرعة. حاضر زهرة، خلاص إنتي روحي يا زهرة، هلا أنا بجي. انتبهي كتير لكلامك، اي شي تقول قولي حاضر، لا تقولي كلامك كتير ولا تقلب عليك من اول يوم الي، سمعتي؟ يلا انتبهي. اوكي ما في مشكلة، خلاص روحي انتي هلا، روحي بسرعة قبل ما تجي. اوكي طيب. يا الله شو هالعيلة المريضة اللي انا جيت فيها، الله يعيني، انا مستحيل رح اقعد بهالبيت معهم، اكيد رح اقول لعلي انه يدور بيت تاني في اي مكان تاني، بس مستحيل اعيش مع الحيلة المجنونة هي، شو هاد كيف بتتحمل زهرة كل هالامور، انا مستحيل اتحمل ولو لثانية واحدة من هاي العذاب، مستحيل، وعلي حتى ما قال لي عن اهله انهم هم ناس مثل هيك، كيف هيك بيكذب علي؟ يا ربي كل الدنيا عم تتسكب وجهي، من عارفه شو بدي اسوي يا ربي. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واخيرا شرفت الاميره السنيوريتا الهانم جواهر، ألف مبروك يا جواهر، الله يبارك فيك يا صفاء، عقبالك إن شاء الله، إن شاء الله نقول يعني، إن شاء الله، إيوة يا بنتي تمام هيك لبسك، كتير تمام ما شاء الله لبسك كده تمام ومحتشم، لا عاد تلبس ملابس قصيرة في البيت، هاد عندنا ممنوع عندنا الملابس القصيرة اللي مثل هيك. سامعة ولا منك سامعة يا جواهر؟ هيك انت بتلبسوا بالمدينة عندكم، اما هون عندنا ممنوع عندنا هون بالريف، حتى تطلعي برا مستحيل تلبسي مثل هيك، البسي اي شيء يكون طويل ويكون لبس ساتر وطويل من تحت ومن فوق، سامعة ولا لا؟ اوكي يلا تمام. جواهر
أهلين يا حلوين، أكيد أنت الصغيرة اسمك تهاني وأنت الصغير اسمك أحمد، أنت توائم صح؟ إيه يا عمتو أنا اسمي تهاني وهذا اسمه أحمد. أنا كتير ولد شاطر وشطور وأسمع الكلام. باين كتير إنك شطار وتسمع الكلام. هل أنا راح أقعد العبوا شطار حبايب قلبي. شو كان بدي احكي؟ صح يا حبيبة قلبي. شو اسمك؟ جواهر حبيبة قلبي. اخي قال لي انه جواهر رح تدرس معك بنفس الجامعة. استغربت كتير، يعني كيف قبلتي؟ يعني كيف اخي قبل انك تدرسي في الجامعة مع انه هذا الشيء ممنوع عندنا، انه الكناين هون في البيت انها تدرس. صح يا امي، مو الكنة ممنوعة انها تدرس. صح، بس اخوك هاي الله يهدي اخوك كسر كلمتي. امي انا اتفقت معاكي وقلت لك البنت ظروفها وهيك، يعني لازم تكمل دراستها. وتعرفي شو قال لي عمي؟ قال لي لازم تخلي البنت تكمل دراستها، بدل ما تكمل دراستها مستحيل اخليك تتجوزها اذا بعد ما تخلص دراستها. وتعرفي يا امي قبل ما تخلص دراستها 5 سنين بطول وعرض، ولسه استنى 5 سنين قبل ما تتجوز. يعني شو يعني يا امي؟ خلص اتزوجت وخلص، شو بدي اسوي؟ خلص خليها تكمل دراستها، يعني كلها بس 4 سنين وتخلص وبس، حتى شغل ما حتشتغل. نشوف. اهم شيء الجامعة هون. انا باخذ السيارة بروح مع السواق اكيد، وبروح الساعة 7:30. الساعة 7:30 يا مدام جواهر. اوكي، يعني لا تتأخر بالنوم وتدوبي في العسل. وبكرة رايحة ولا منك رايحة؟ اكيد رح اروح اول يوم في الجامعة اكيد. اما نشوف يعني كيف هيستقبلوك البنات في الجامعة. يا بنتي يا جواهر، قبل ما تقعدي روحي ساعديها لسلفتك زهرة بالمطبخ، عم بتسوي الغداء. شو؟ انا رح اسوي الغداء معاها. روح اسوي الغداء معها. ليه؟ شوفي يعني روح ساعديها بالمطبخ. شو عندك جالسة هون معنا؟ روح ساعديها، انت كنا لازم تشتغلي وتساعدي سلفتك بالمطبخ. يلا روحي. خلص حبيبتي، خلص روحي. طيب الحمد لله. هاي زهرة، انا جيت اساعدك بالمطبخ. جواهر، اهلا. اكيد حماتي قالت لك تعي ساعديني بالمطبخ صح؟ انا بعرف حماتي هيك. انا من اول يوم انا كنت لابسه فستاني الابيض، تخيلي انا اتجوزت هون ترى، كنت لابسه فستاني الابيض وقاعده اسوي لهم بيض وفطور، ما ادري شو يعني ان ما اعرفوا هم بياكلوا. اهم شيء انا سويت الفطور لهم بفستاني. قال انت اسحب مني شوي. هالناس قلوبهم سود لهي الدرجة، ما بيحسوا بالبني آدم؟ تاي خلينا نقعد هون شوي، بس خلينا نقعد هون شوي، لسه الغدا باقي شوي نص ساعة يصير جاهز. خلي بس انتي منك، خليهم. طيب اسمعي يا زهرة، انتي وفين تنامي؟ انا شايفة فوق بس في غرفتين، يعني اكيد غرفتي انا وعلي، واكيد الغرفة الثانية لهذا لصفاء. الغرفة الثانية لصفاء وهذا والتوائم حقي انا، عيالي انا بزورة تهاني واحمد. وانتو فين تنام؟ انتو محمد يعني بالصالة هون ولا كيف؟ انا واحمد ننام هون، ننام تحت. فين يعني؟ تحت بالابو، تحت نحط فراش ننام عليه هون، نحن ننقض ننام. لانه اصلا انا من يوم اتجوزت انا هناك انام تحت بالابو، لانه فوق غرفة كان حق علي يعني، وتعرفي امه مستحيل تخليه يطلع يخلي الغرفة لي انا. وهناك كان في بعض غرفة فوق تاني، هذه غرفة هاماتي، هي غرفة كده صغير مرة على قدها، تنام فيه هي وحدها. اسهل. الله يحينك، بالقبو تنام بالقبو تحت في البيت؟ نحن ما بيحطوا الحافز لعل هالدرجة، ما عنده فلوس يبنوا لكم غرفة ولا حتى انكم تأجروا برا؟
لا تفكري بموضوع انك تطلعي من هذا البيت يا جواهر. تعرفي انا صار لي 3 سنين قبل ما اولد دهان واحمد قلت لجوز يلا بنا خلينا نروح ندور بيت، نروح ندور بيت نقول هنجم امك. ام احمد قالت لا ما في تخرجوا برا البيت، وقعدت تزعق وصرخ وصوي كلام كتير 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 كتير. كان وقتها خلاص شوية أنا خلاص أموت، خلاص تصرخ وتبكي وتقول ما في أحد يخرج من البيت إلا والله على جثتي. مستحيل تخليكي تخرجي برا البيت، مرة مستحيل تقول أنت تخوني بعدين جوزي وهم يعرفوا بالشغل وانا انتبه عليكم انا اراقبكم وانا وانا. هي شو تحسبنا يعني نحن شو تحسبنا نحن رخيصات ولا ايه؟ حماتي هي معقدة معقدة معقدة. ايه كثير معقدة. خليني نسوي غدا خليهم يجوا ياكلوا. اوف يا الله شو بدي اسوي اصلا ما بعرف شو بدي اسوي. انا لا اسوي شيء، انا بس هلا اسوي غدا هم ياكلوا وبعدين خلص. انت تغسلي صهون او انا اغسل صهون، انت خليكي انت ارتاحة اليوم لا تسوي ولا شيء. انت اليوم انت 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 يوم اجازة خلاص، انت اليوم فرح ما ادري ايش، انت كتير عروسة دهين يعني ما نبقى جديد. انت خلي انت روح روح روحي روحي اودي. لا 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 اودي هون بالمطبخ، لا تروحي بلا تروحي برا على طول. تمسك تقول ليه ما سويتي انت انت ايش في. خلي خلي انت اودي هنا، انا هنا شوي شاي تشرب شاي. ايه بشرب شاي. طيب طيب انا هنا اسوي شاي اهل شاي بالعالم، اسوي شاي مرة حلو جني، شاي مرة كويس. هي الشاي هذا شاي هذا شاي روسي مرة حلو كويس. الله يسعدك يا زهرة، انت قاعدة تتكلمي وتروحي وترجعي ولا كأنه صار شيء، انت تعودتي لهي الدرجة. الله يا ربي انا كمان اتعود مثلك. انت واهمك سنة سنتين او انكسر. ايش هذا؟ ايش ايه ايش كسرته؟ الله ياخذكم انت وهي، كسرتوا لي بريق حق الشاي. يا قلبي الله ياخذكم كسرتوا لي بريق حق الشاي. ليش 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 ليش؟ خلاص مدام انا اسف، انا هي كسرتها ما انا كسرت. معليش ولا معليش ولا ما عليك كسر. امشي الحي روح اجيب واحد بلق شاي تاني وحط شاي بسرعة. غبية انت وهي غبية. يا لطيف شويتها كنا. خلاص عندي عليك شيء انا اسوي الشاي. يس ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله واخيرا خلصنا. حماتي حماتي يا حماتي شوفي شوفي حضرت الغدا. ايه خلاص خلصنا غدا، يلا يلا روحوا كلوا. يلا 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 علي الغدا جاهز ما حتاكل؟ ايه كده حناكل. يلا محمد محمد يلا. اوه خلاص محمد محمد يلا خلاص الحين انا قايم راح اكل. شوفي 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 حبيبة قلبي، انت ما تعرفي انه من عاداتنا انه ما يصير انك تاكلي معنا، انت وزهرة بتاكلوا مع الاطفال. شو العادات والتقاليد الغبية؟ شو قاعد تتكلمي انت مجنونة؟ تقاليد غبية عادات غبية، انت واحدة غبية ما عندك عقل. امسكها يا علي هاي البنت من قدامي احسن والله يلتف في شعرها. يلا خلاص خلاص ماما خلاص ماما اهدي خلاص خلاص. واحدة غبية ما عندك عقل. انا خلاص شو هاد العيشة الغبية؟ شو هاد من اول يوم انتو هيك؟ يعني شو بدي اصير بالايام الجاية؟ شوفي يا علي ان كان انا رح قاعد في هاي البيت مع اهلك والله بكرة من الصباح يا انه توديني على بيت اهلي يا انه توديني على بيتنا الخاص لوحدنا. وهذا اخر كلام عندي. يلا العي يلا روحي. الباب يفوت جمل، الباب يفوت حصان وحوت. يلا روحي لا عاد ترجعي روحي. هيك عم تقولي لي حماتي؟ هيك عم تقولي لي وانا بكون بنت اخوكي؟ اي بنت اخوي وانا بنت الشبشب. روحي روحي يلا روحي عند امك المشرشحه خليها تربيك
علي وانت واقف حتى ما بتدافع عني. اكيد حشوف الشيء اللي رح اوريك بكره باذن الله. ما حتشوف وجهي هنا في ذا البيت. روحي روحي مطرح ما تروحي، ان شاء الله تنحير بغاز بغاز معفن بغاز معفن. ايه هذا هو العادات والتقاليد ما شاء الله، ولساني بواصل لاخر الحاره. اسكتي ابتسم مني كمرة متربية. شو هالقلة الذوق وقلة الأخلاق؟ ما عندك احترام للكبار؟ أنا حماتك المفروض ما تتكلمي بوجودي وتسكتي وتطالعي فيا، وتطالعي فيا غلط أصلاً، تطالعي في الأرض، تطالعي في رجلي، في مداسي أنا. الله يقربكم يا متابعيني. أهم شي سامحتني وهلا أبو توقفي وتطالع تحت وقت ما تحكي معي، أما أنت عم تطالع فيا بكل حلوقها ولسع. إيه شو هاد قلة الأدب؟ والله إنك أنت ما عندك أخلاق. إيه أنا ما عندي أخلاق وماني متربية. أيوه في عندك إشي؟ وانا ما عاملي اصلا ولا اشي اصلا بهالبيت، وحتى انت قاعد اقعد هون مع امك وانا رايحة بيتي. حتى ما وديتي باخد تذكرة طيران وكلم ابوي يرجعني على البيت، وانت خليك قاعد هون ولا تفتح باب مقبولة كلمة، سامع ولا لا؟ اسمعي اسمعي انا والله اسف يا جواهر، اسف والله اسف. لا حد تكلمني ولا تقول جواهر، انت ما بتستحي على وجهها. هي مراتك اضربها اضربها، طلع كل غضبك فيها اضربها، هي مثل الجسمة اضربها. لا تطالع فيه انت اصلا، يعني مو رجال يعني ولا شو؟ ليلى يا امي انا رجال. هي بروح اضربها، خليها توقف عند حدها، هي تحس نفسها بنت الملوك والله.